وصلنا لفقرتنا الأخيرة ختاما مسك سلمى مع الأعمال اليدوية، ويمكن من فقرتنا الأخيرة لا لسه ما بعرف، متعودين أنا احنا. حابة أخطب جد اليوم معهم يعني. لا متعودين دائما الاكسسوارات نحط آخر اخر شيء فقرة، ما بعرف أنا هيك قبل الختام. قبل الختام كنا بدنا نختم مسك، ولكن قبل الختام رح نروح لعالم جميل، هو عالم الاكسسوارات ومشروع انطلق شوي شوي وكبر، مشروع جوري أكيد للأعمال الجميلة واليدوية. أكيد سالي مثل ما حكيتي ووصفتيهم، طبعا كثير من المشاريع عم بيكون معنا بصباحنا غير لصبايا وسيدات أخذوا من هي الحرفة وسيلة ليكون في عندهم مشروع صغير وشي بنفتخر فيه. أكيد رح نتعرف على ضيوفنا الآن، سلام درويش وهديل درويش، مصممين اكسسوار. أهلا وسهلا ويسعد صباحكم صبايا. أهلا وسهلا. يعني اليوم هيك عطيتونا طاقة إيجابية، بس شفنا هالأشغال الحلوة يمكن ملفتة جدا للنظر وفيها شيء جديد، يعني مواكبة أيضا لشغلات جديدة. بداية رح نبدأ معك هديل، تحكي لنا شوي كيف بلشتي، كيف بلشتوا أنت وسلام؟ هلا بلشنا بال 2015. حلو. يعني قلنا شيء تقريبا شيء 6 سنين مبلشين ما شاء الله. بعدين يعني بلش شوي شوي يكبر مشروعنا. نعم. بلشنا بمبلغ حتى قليل بسيط. يعني بلشنا بعدين انه شوي شوي نكبر الشغل. نعم. اتجهنا للنت لحتى نسوق لمنتجاتنا. حلو. وعروضنا. بعدين بلشنا نشترك بالبازارات، كمان طلار الوان سوريه نحن. بلشنا فيه شوي شوي، يعني بلش انه العالم تتعرف على معروضاتنا ويجوا يعني يحبوا الشغل. هديل هي اللي بتشتغل اكثر، يعني تطلع يعني انه على النت، تعلمت تسويق على اليوتيوب. انا بشتغل. حلو هالتكامل بيناتكم. اول شيء انتم اخوات وبنفس الوقت عاملين مشروع سوا، فالشراكه دائما بيكون لها شيء ايجابي. يعني سلام صاحبه المشروع، بس كملنا يعني سوا، انه اشتغلنا سوا كل شيء، ومثل ما قلتي خطوة خطوة. يعني أكيد إن شاء الله الله لا يفرقكم وتضلوا على طول سوا ونجاحات سوا. خلينا نبلش نحكي عن الأفكار. يعني اليوم نحن كل ما بنستضيف حدا من اللي بيشتغل أشغال يدوية بنقول الفكرة هي الأساس، لأنه في كتير موجود صار اكسسوارات ومشاريع صغيرة، بس كل حدا عم بيلاقي زاوية صغيرة وياخدها بيضوي عليها وبيتميز فيها بشغله. تمام. هلا نحن مثل ما قلت لك بدينا يعني بشيء كثير بسيط، حتى يعني القطع اللي رحنا جبناها من السوق كانت كثير قليله. بعدين بلشنا بقى نتجه شوي 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 شوي. بدك تشتغلي حسب الموجود بين ايديكي، يعني هلا انا مثلا بحط الاغراض قدامي، بشوف شو بقدر بيطلع معي بشتغل. بتطلع على النت كمان اكيد، يعني اجباري النت. اجباري. ايه تمام. والله طالع معكم شغلات رائعه بايد سلمى، شغله مميزه. مسبحه حلوه ايضا، يعني كمان من لون كنت تنقيت كثير حلوه مع الايه القرانيه، ولفتني الايه القرانيه والكتابه. تمام. شغلكم ولا جاهز؟ لا هلا هي تفصيل واضح انه في لمسه فيها. يعني كثير حلوه، يعني احنا بنطلبها من ورشه بتتفصل. تمام. وطبعا كله مطلي يعني والوان منيحه، يعني اذا طلبوا ايه الكرسي مثلا اي شيء هلا هون اسم بصير. يعني هون كمان قل اعوذ برب الفلق، يعني كمان شغلات عن جد، يعني كمان مسبحه وعم يحطوها بالسياره. حلوه كثير، ما بعرف اذا فينا نزود تعليقه سياره. كثير حلوه. يعني هلا اي صبيه او اي سيده، كمان سيدات بحبوا تكون المسابح فيها هيك الوان المجوهرات، الوان الاحجار الكريمه. تمام. فكثير مميزه. يعني في شجره، ما بعرف سلمى اذا بدنا تبين هي كمان من الشجره. ما تعلقت، ما بعرف. اي ممكن هي كمان للسياره. مزبوط. تعليقه كمان للسياره او باب البيت، وهي مدخلها حجر فيروز كمان. كمان نحن هذا اساسي بشغلنا. كثير حلو. كثير. هي الشجره ايضا هيك صح، هي مجموعه من البورتكلي. هي بورتكلي كله بحجر الفيروز. كثير حلوين وكثير مميزين. اذا فينا نضل رافعينها شوي بايدك مشان يقدر كاميرتك المصور ياخذ التفاصيل. كثير حلوين الاشكال اللي عاملينهم، ويمكن بيشبهوا هيك ثقافات متعدده. تمام. يعني لا هو الحجر الفيروز يعني هو حلو، يعني الكف، المفتاح، القمر، الفيل، يعني من جميع الثقافات. خلينا نقول
يعني سلام ايضا. خلينا نحكي قد ايه حلو انه نبلش خطوه خطوه، بتلاقي مشروعك كبير مثل ما عم نحط مصاري بقلب مطموره، بنجمع بنجمع بنجمع، اخر شيء بنحسهم مبلغ حلو، فهيك الشغل. فقد ايه هيك حاسين بمتعه؟ قد ايش هيك حسيتي بمتعه بس بلش يكبر شغلك؟ ان شاء الله اكثر كمان. الله يخليك، حكيتي كلمه حلوه انه في متعه، يعني نحن وقت بنشتغل عم نشتغل عن جد بحب، يعني نقعد نطلع الاغراض، نطلع القصص، نقعد نشتغلها كلها، يعني نحن عم نشتغل بنكون مبسوطين، يعني بنروق وهيك على رواق ونظبط القطع كلها وكله يعني بيكون حلو. اكيد. فكل ما عنا الحمد لله عم نكبر يعني، وان شاء الله هيك نكبر اكثر واكثر يا رب. ان شاء الله يا رب. اكيد. كمان بدي احكي شوي عن البازارات اللي عم تشاركوا فيها. يمكن البازارات بتكون هي مساحه كثير كبيره للتسويق، وخصوصا بهذا الوقت. تمام. يعني تمام. مو بس الفيسبوك او مواقع التواصل الاجتماعي، ايضا البازارات لها دور مهم بالتسويق. ما في السوشيال ميديا يعني اجباري طبيعي. بدك، نحن اول شيء كنا كثير متخوفين انه ندخل بازارات، بعدين يعني مدام رنا الطباع شجعتنا، دخلنا ببازار. احنا بنوجه لها تحيه عن طريق يعني كانت الداعم الاساسي عن جد، وجه لها تحيه وسلام خاص. يعني هي دعمتنا حتى بالبازار، يعني بناخذ رايها، بتقلنا هي حلوه، هي مرتبه، في شيء بنكرره حتى لما انه بيكون حلو. تمام. يعني بايدها لسلمى في كمان قطع مميزه وايضا داخل الحجر، وهلا دارج سلمى موضه الفراشه كثير هلا حابينها. تماما. خلينا كمان نشوف، والعين هلا كمان كثير حابينه. تمام. الله يحرسنا ويبعدنا عنا. ايضا عم نشوف هديل، هدول القصص كمان، هدول اخر موضه مو؟ هذا البوليمير هلا اخر موضه، يعني هلا عم يحبوه لانه اول شيء تعرفي اول مره بعرف اسمه منين؟ بوليمير. بوليمير كلي حلو اسمه. هلا هاد عم يحبوه لانه مسبح بحر، هذا ما بيروح لونه، ما بيروح، ما بينتزع ابدا ابدا، حتى عم ينعمل منه الاطواق كمان. ليك بالطوق. تمام. ايضا يمكن هدول القصص السنه شفناهم كثير اخر ترند مثل ما بيقولوا، اخر صيحه. تمام. يعني هلا عم يتجهوا لهالقصص انه البوليمير الكريستال مثلا اكثر من السنسله العاديه. هلا كمان مثل هي جزئين مثلا. تمام. هلا هي جزئين يعني هلا هيك مرغوبه اكثر، اكثر ما تكون انه كلها سنسله مثلا. حلوه كثير. حلوه. والالوان عم تكون ثابته اغلب الوقت كمان، يعني هيك عم تاكل ترند هلا كمان هو التيدي بير. كثير حلو. التيدي بير. التيدي بير هو هذا الدبدوب الصغير. كثير موضه هلا، حتى بالمجوهرات صاروا عم يدخلوا. تمام. ايه هلا بالذهب يعني هو هذا عم يدخل نفس القطعه، يعني نفس القطعه. تمام. وعندك الاوبال لفظ الجلاله كمان نفسها اللي عم تدخل بقطع الذهب. عن جد ما بعرف، هي حسيتها سلمى حبيتيها، هي حلوه كثير. حلو شفتي؟ كثير حلو. ويمكن هذا يمكن هذا النوع من الحجر كمان شفناه الفتره الماضيه كثير انتشر، كمان يعني كمان انتشر واستخدموه بالذهب كمان بشكل كبير. لا كله يعني هلا هي كنت عم اقول لك كله هذا. عندك الخواتم كمان. كمان هدول خليهم على كاميرتك لو سمحتي اذا في مجال ترفعيهم مشان يبينوا. هذا كمان كله شغل ايد. كمان هدول عم يعملوه منهم ذهب نفس هي الفكرة. حجر ولا سلسله؟ هلا هون عندك هذا حجر فيروزي. هي العين هلا اللي كثير ترند، يعني هون عندك كريستال. في قياسات ولا طبعاً. كيف عم لا طبعا هلا نحن بنعمل يعني تقريبا قياسين. يعني مشان انه الكل يناسب يطلع الكل يعني. عندك هلا مثل هذا مثلا، هذا عم يجي مطاط، هذا يمكن اضبط شيء، هذا للكل بقى، هذا صح على طول بيزبط. حلو. يعني مع ارتفاع اسعار الذهب صارت العالم بدها تلبس، وانتم هون اتحتوا للصبايا انه يلبسوا عن جد اسعاركم مناسبه، مو لانه انا عم بدي اعمل دعايه لاني انا اشتريت من عندكم، والاسعار كانت جدا وهي حلوة. المعادله الاصعب بالاكسسوارات سالي. يعني اليوم لما تيجي تقولي للصبيه انه هذا الطوق مثلا، خلينا نحكي هيك بشكل واضح، هذا الطوق مثلا 20,000، هي بالنهايه بتعرف انه له وقت اللون رح يروح بعد فتره. تمام. من الوقت كذا، ف رح تقول لا ما رح جيبه يعني بالنهايه. تمام. اما لما بتعطيها سعر مناسب وقطعه مناسبه فبتتشجع انها تجيب. تمام. هو بالنهايه اكسسوار يعني بدها تتوقع، يعني هلا نحن الحمد لله عم نجيب المطلي.
يعني بس كمان انه ما فيكي مثل ما قلتي اكيد الذهب يعني احيانا بلونه اذا ما فيكي تكفلي 100% يعني بدك تاخذي القطعه بدك تحافظي عليها يعني البارفان المي مثلا هذا كله ما بده يتقرب على الاكسسوار نعم اكيد نعم يعني رح نتشكركم كثير على وجودكم معنا بدنا نتمنى لكم التوفيق سلام وهديل بكل اموركم وآية الرزق فينا نقول ان شاء الله الله بيرزقكم بيرزق الجميع اهلا وسهلا نورتوا صباحكم شكرا لكم ودائما نحن بنشجع كل الصبايا والسيدات يعملوا مشروع صغير مثل ما قلتي بلشتوا بمبلغ مالي صغير وبعدها انطلقتوا كل التوفيق لكم شكرا كثير لاستضافتكم